مشجع مكسيكي ذهب إلى قطر لمتابعة المونديال فاعتنق الدين الإسلامي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 مقطع فيديو لأحد مناصري المنتخب المكسيكي وهو بصدد ترديد الشهادتين بتلقين من الداعية حيان اليفعي وذلك القرية الثقافية تاران. الداعي اليفعي أوضح عبر صفحته الرسمية بأن هذا المكسيكي جاء صدفة إلى المسجد ليتعرف على ثقافة المسلمين، فقدم له شريحا لأركان الإيمان وعلمه أن الدين الإسلامي دين جميع الأنبياء، فكل الأنبياء رسالتهم واحدة ارسلهم الله لدعوت الناس إلى التوحيد، وأن كل الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء من قبل كان ويعبدون ربي واحد لا شريك له. لعربي لما شجع على رغبته طوعا في اعتناق الإسلام أكد أنا لا أحد أجبره على ذلك. يذكر أن دولة قطر عملت على هامش استضافتها لكأس العالم لكرة القدم على التعريف بمقاصد الإسلام من خلال تركيز لافت التعرف بالدين الحنيف وترجمة أحاديث نبوية وآيات من القرآن الكريم، سيما وأن صارت وجهة هذه الأيام وجهة يمحة أنظار لعلمه. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر قد دشنت جناحا للتعريف بالإسلام وتعليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022. ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه دعاة من جنسيات عدة توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية وخصوصا القطرية والتعريف بها.